لازم افكر في العيانه اللي قدامي بعد ما تخرج وبعد فتره الـ40 هتعيش حياتها طبيعي ولا لا؟ الموضوع مش ولاده قيصريه وانتهت. بواقي الدوره الشهريه متجمعه جوه الرحم، ما بتنزلش في الجيب اللي موجود في الرحم. الفتبه كلمه تعني بالطب كده عدم استمراريه نسيج معين في انه يكون بشكل مستمر، يكون يعني متصل. الالام اثناء العلاقه الزوجيه او دم بينزل بصوره غير اللي هي متعوده عليها او في وجود تاخر في الحمل، ووجدنا بالاشعه المهبليه العاديه خالص نيش، لابد من العلاج. بلاش ان احنا نفرط في استخدام القيصريه بناء على هي مش بالطلب. الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقمة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقمة، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. واحدة من حلقتنا القيمة جدا في عالم تأخر الإنجاب، هذا العالم المثير، العالم اللي دايما بيخلينا نفكر إيه السبب. في عوامل كثيرة دلوقتي تلام بأنها تحدث تأخر إنجاب، من ضمنها مثلا الأكل الدسم، الأطعمة الأوفر الدسمة، السمنة وتأثيرها على الهرمونز بتاعت الست، أكل المواد المصنعة، مش هقول الأطعمة لأنها مش أطعمة الحقيقة، هي مواد مصنعة، بولو بيف بقى والبسطرمة والحاجات اللي مش حلوة دي بقى، خلاص كفاية بقى، ما خلاص كانت موضة وخلصت. المشروبات الغازية برضو كانت موضة وخلصت. التدخين ما كانش أبدا موضة، طول عمره كارثة. الأطعمة اللي فيها هرمونات زي الفاست فود ومنتهى الخطورة، السهر، عدم انتظام في النوم، ملام. الحاجة برضو المهمة قوي العصبية. والغريب يا أخي اليومين دول إن أنا ملاحظ إن الستات بقوا عصبيات كتير، بنلاحظ وإنت ماشي في الشارع تلاقي ست عصبية جنبك بتسوق بعصبية تنرفز. الستات ما كانوش كده، إيه اللي حصل خلى الستات يبقوا عصبيات؟ وده بيأثر على قدرتهم على الإنجاب. هل في مشكلة ما في الهرمونات الخاصة بالستات في الأكل وإلى آخره، التعرض ليه اللي احنا قلناه ده كله أثر فخلاهم عصبيات؟ سؤال مهم. لكن يبقى الورم الليفي، تحس انه نجم شباك، تحس انه متربع كده على عرش المعيقات للحمل. النهارده عايزين نعرف نجم الشباك ده موقعه ايه بالظبط، نفهم الكلام ده بالتفصيل النهارده مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بيسعدني بحواره العلمي الدقيق دائما، اللي دايما حواره تاور ذا بوينت اتجاه الهدف، لكن تسمعوا دايما الموست ابديت الاحدث والاهم والاقوال الفاصله في اشياء قد يختلف عليها حتى المدارس العلميه. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعه ميسينا بايطاليا، ودبلومه جراحات المناظير المتقدمه من الهند، وجراحات المناظير الدقيقه من فرنسا، والجمعيه المصريه للخصوبه والعقم وتاخر الانجاب، الجمعيه الاوروبيه للخصوبه وتاخر الانجاب، والامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب، والجمعيه المصريه للتدخل الجراحي الدقيق. ضيف العزيز اهلا بك. تبقى دايما الاورام اللي فيا نجم شباك عندكم ليه؟ لان هي من الاشياء اللي بتبقى ظاهره بالتشخيص البسيط اللي احنا بنشوفه على طول، وبقت زي ما حضرتك ما كلمت في بدايه الحلقه اللي فيه بعض الحاجات اللي بدات تظهر في حياتنا اليوميه بسبب الاكل اللي مش مظبوط، فبيأثر على هرمونات السيده، فبيبدا يظهر
نشاط لبعض الخلايا اللي موجودة في جدار الرحم اللي بتكون الأورام اللي فيها. الأورام اللي فيها دايما احنا بنقول عليها اللي هي هايبر استروجينيك ستيت، دي حالة من زيادة هرمون الاستروجين في الجسم، فده يؤدي إلى نشاط في خلايا الرحم فبعضها يؤدي إلى الورم اللي فيها. فده عشان كده بقت موضة. الأورام اللي فيها يعني لما هنتكلم عليها دلوقتي ما عادش ليها دعوة بالحجم الورم الليفي زي ما كنا بنفكر فيها زمان، بقى في مكان الورم الليفي ما عادش ايج اميون، ما عادش مثلا هو بيظهر في السيدات الكبار وما بيظهرش في الصغيرين، لا دلوقتي هو ممكن يظهر في الصغيرين اكتر من الكبار. الموضوع بقى حساس شوية بزيادة عشان احنا ممكن نضطر لاستئصال الرحم في السيدات اللي فوق 40 سنة. برضو كان زمان بالسيدة اللي فوق 40 سنة وعندها ورم ليفي وبتستجيب بالعلاج نقول لها استني لحد ما توصل لسن اليأس والورم الليفي هيبدأ يحصل له ريجريشن، اللي هو هيبدأ يحصل له ضمور، وبعد 50 سنة خلاص ما عادش فيها بقى فيه هرمونات في جسمك. لا، بعض الحالات وحالات كتير جدا المشاكل الورم الليفي بتستمر لحد سن بعد سن اليأس وأعراضه بتشتد لأن هرمون الاستروجين استيل لسه موجود حتى بعد ان المبيض ما عاد شغال، لان في مصدر غير المبيض اللي هو الاكل من بره والعادات اللي الغذائيه السيئه والسمنه طبعا المنتشره جدا اليومين دول. يعني ازاي بنقسم الاورام اللي فيها؟ الاورام اللي فيها احنا بنقسمها تقسيمتين، تقسيمه حسب حجم الورم الليفي وتقسيمه حسب مكان الورم الليفي. حسب حجم الورم الليفي اللي هو اورام اللي فيها اقل من 5 سم واورام اللي فيها اكتر من 5 سم، ودي القرار فيها بيختلف من حالة لحالة. لكن التقسيمة الأساسية للأورام اللي فيها اللي هي الفيجي كلاسيفيكيشن اللي هو مكان الورم اللي فيه بيتقسم من 1 لحد 7، من 0 لحد 7. 0 اللي هو موجود جوه تجويف الرحم، هو مش موجود في الرحم بقى، موجود جوه التجويف اللي هو كله على بعضه، الورم كله على بعضه زي ما الرسمة الموجودة اللي هو 0 اللي هو متعلق في علقة كده في الرحم من جوه. في اللي هو الواحد اللي هو اكتر من 50% من الورم اللي فيه موجود جوه تجويف الرحم. الفيجو 2 اللي هو بيبقى عباره اكتر من 50% موجود خارج تجويف الرحم، اللي هو اقل من 50% موجود جوه تجويف الرحم. الفيجو 3 اللي هو موجود في جدار الرحم وتاتشنج الكافيتي، يا دوبك انا لو دخلت بالمنظار الرحم مش هشوفه بس هو تاتشنج الكافيتي. بعد كده بنبدا بقى ايه بخمسه وسته وسبعه اللي هو بيبقى موجود بره ويطلع بره ايه بره الرحم. طبعا مكان الورم الليفي هو اللي بيؤثر وهو الاكثر تاثيرا واكثر ظهور للاعراض للسيده، لان مش كل واحده عندها ورم ليفي بتشتكي. في سيدات كتير بيجوا لي العياده ما بيشتكوش من اي حاجه خالص وجايين بيشتكوا من شكوى تانيه اعمل لهم اشعه تلفزيونيه اكتشف ليه عندهم ورم ليفي. فهو مش كل واحده عندها ورم ليفي بتشتكي ومش كل واحده عندها ورم ليفي لازم يكون في تدخل في العلاج. فهو مكان الورم الليفي هو اللي بيحكم الاعراض وهو اللي بيبقى اكثر شديه في الاعراض. طيب هو الورم الليفي اللي موجود ده مكانه مثلا اخطرهم، مش هقدر اقول اخطرهم يعني بقول مثلا اللي هو اشدهم ظهورا للاعراض اللي هي اللي هو الزيرو والواحد والاثنين والثلاثه. ليه؟ لانه بيبقوا اكثر قرب لتجويف الرحم، بقيه الاورام اللي فيها بتبقى موجوده بره تجويف الرحم فما بيبقاش في تاثير قد كده على الايه على السيد. طيب انا عمال اقول الاعراض هي ايه الاعراض بقى اللي موجوده عند الواحد؟ هما اتنين ما لهمش تالت، حاجه اسمها كومبريشن سيمتوم اللي هو الاورام اللي فيها بتضغط على الحوض فبيبقى عباره عن ظهور الام موجوده في الحوض، او خلل في الدوره الشهريه، او حدوث نزيف في وقت غير الدورة الشهرية. لو الدورة الشهرية بتيجي للسيدة أكتر من 7 أيام أو الكمية بتاعتها كبيرة اللي هي السيدة بتغير أكتر من 3 أو 4 باد في اليوم والكمية هي ملاحظاها موجودة بزيادة أو الفترة أكتر من 7 أيام إحنا ده بنعتبره نزيف أو نزول دم في وقت غير أيام الدورة الشهرية، أو ظهور آلام في الحوض. الآلام في الحوض دي بتعتمد حسب مكان الورم الليفي، الورم الليفي ده موجود في الرحم من قدام أو موجود في الرحم من ورا أو موجود في أماكن تانية في الإيه في عنق الرحم مثلا.
فلو موجود من قدام ده بيعمل ضغط على المثانه فبيبدا السيده تشتكي من الام في اثناء البول. لو موجود ورا بتبدا تشتكي في القولون وتشتكي في الام في الظهر. لو موجود في عنق الرحم او موجود في الرحم الجنب ده او الجنب ده فبتبدا تشتكي من الام مزمنه في الحوض، وممكن يوصل ل الام اثناء العلاقه الزوجيه. المشكلة الثانية ان الاورام اللي فيها بتتعرض لبعض التغيرات، حاجة ما انا معرفش معناها ايه بالعربي، بس الهايلاين ديجنريشن والريد ديجنريشن، التآكل. تآكل في خلايا الورم نفسه، مش تآكل في الورم ككل. الورم بيحتفظ بحجمه زي ما هو، بس بيحصل خلل داخلي جواه. دي بتظهر بعض الالام اللي بعض السيدات ما بيستحملوهاش وملهاش علاقة بحجم الورم. تلاقي السيده مثلا جايه لي بورم ليه في حجمه 3 سم وبتشتكي بالم لا يستحمل في الحوض فبتضطر تدخل، تمام؟ على عكس سيده تانية بتبقى جايه لي بورم ليه في حجمه 7 8 سم وما بتشتكيش اصلا من اعراض. التدخل في الاورام اللي فيها بيعتمد على شكوه المريض وسن المريضه. المريضه دي عندها كام سنه؟ والمريضه دي بتشتكي من ايه؟ هل بتشتكي من الام في الحوض؟ بتشتكي من نزيف اثناء الدوره الشهريه او ظهور دم في غير اوقات الدوره الشهريه، او بتشتكي من تاخر في الحمل. طيب الناس اللي هتسالني وتقول لي يا دكتور طب الورم اللي في ده بيغير بيأخر الحمل ليه؟ يعني هو ده موضوعنا الاهم. بيأخر الحمل ليه؟ الورم اللي في ده عامل زي البارازايت، عامل زي الجسم الطفيلي اللي هو بياخد من غذاء الرحم. من غذاء الرحم اللي هو من غذاء بطانه الرحم اللي بيحدث فيها الحمل. لو فرض مثلا يعني بالوصف البلدي العام كده، لو الرحم ده بيوصل له مثلا لتر دم مثلا كل دقيقه، اللتر ده هيتوزع للرحم بمشتقاته، بالرحم بالانابيب بالمبايض بعنق الرحم بالحوض الاجزاء الثانيه اللي موجوده في الرحم. طب لو في فرض بقى جزء ثاني موجود بيتغذى من الدم اللي وصل ده، فالمبيض مش هياخد حقه، الرحم مش هياخد حقه، والاهم بطانه الرحم مش هتاخد حقها. فلما بطنه الرحم بيحصل فيها خلل في الدوره الدمويه فده بيأثر على ايه؟ على حدوث الحمل. النقطه الثانيه بقى اللي هو الميكانيكال افكت، اللي هو الورم نفسه لو موجود في تجويف الرحم في اوضه المفروض نحط فيها انتري مثلا، ولقينا مره واحده في عمود في نص الاوضه، خلاص خلصت يعني الاوضه مش هتستف كويس، ففي جسم موجود مش هيخلي الحمل يحصل اصلا، سواء ده اللي هو الدرجه الزيرو او الواحد او الاثنين. الثلاثة اللي هو موجود بره تجويف الرحم بس يلمس بطانة الرحم ده بيبقى قاعد في المكان بيخلي التربة غير صالحة لحدوث الحمل أصلا من الأساس. فده مشكلة الإيه؟ مشكلة الإيه؟ الورم الليفي وعلاقته بحدوث الحمل. السؤال ليه الستات يجي لها أورام ليفي؟ السبب؟ هل أكل، هرمونات، خلل؟ مفيش سبب صريح نقدر نقول عليه اللي هو ده السبب في الورم الليفي، بس احنا عارفين اللي هو الورم الليفي ده هايبر استروجينيك ستيت، اللي هو فيه هرمون الاستروجين موجود بزياده في جسم السيده فيؤدي الى ظهور اورام ليفيه. كلها نظريات، كلها ثيوري، فيها عامل وراثي، فيها عامل وراثي، في عادات غذائيه سيئه، طبعا عادات غذائيه سيئه، السمنه الزياده من العوامل المساعده على حاجه زي دي، بس ما فيش حاجه صريحه. واحنا ما بنهتمش بالموضوع ده قوي لان هو مش هيؤثر في قرار العلاج. هي المشكله في بعض الحالات بقى اللي انا مثلا بعد ما بشيل لها الاورام اللي فيها افاجئ بعد سنتين او ثلاثه ظهور اورام اللي فيها اخرى، وانا شفت حالات من دي كتير. انا جاي لحاله 35 سنه عامله 5 مرات اورام اللي فيها وجالي الرحم بتاعها عباره عن عنقود عنب، قطع دوائر 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 دوائر، لدرجه ان انا قلت لها انا مش عارف انا هشيل لك ايه واسيب لك ايه. المشكله هي لازم يبقى في فانكشن يوترس بعد ما بالظبط رحم في رحم اساسا بالظبط. فده ما فيش سبب صريح اقدر اقول عليه ان ده سبب مباشر للاورام اللي فيها اللي موجوده في الرحم. السؤال بقى اللي هو الاهم، متى نتدخل لازاله الاورام اللي فيها في حاله تاخر انجاب؟ تمام. التدخل الاورام اللي فيها عموما حسب شكوه المريضه زي ما انا قلت من شويه، تمام. لو واحده هنتكلم على التقسيمه الاوانيه، الاورام اللي فيها لو حجمها اقل من 5 سم ومش موجوده ملهاش علاقه بتجويف الرحم ده ما بنتدخلش فيها تماما، ده لو السيده بتشتكي من تاخر في الحمل. لو الورم الليفي موجود جوه تجويف الرحم اللي هو التقسيمه زيرو واحد واثنين وثلاثة، لازم 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 الورم الليفي ده ينشال.
قولا واحدا ما فيش فيها نقاش. نرجع تاني للصورة الأولانية عشان نفكر الناس بالزيرو واحد, واحد والاثنين. أيوة زيرو اللي هو موجود كله جوه تجويف الرحم، واحد اللي هو أكتر من نصه موجود جوه تجويف الرحم، اثنين اللي هو موجود أقل من نصه جوه تجويف الرحم، ثلاثة اللي هو بيلامس تجويف الرحم. الورم الليفي ده حجمه حتى لو نص سنتي لازم ينشال. الورم الليفي ده لو موجود في الرحم من تحت وليه علاقه بتجويف الرحم برضه لازم ينشال، لان حضرتك زي ما انا قلت لحضرتك حان دلوقتي انا بست في انتريه في اوضه وفي عمود جه في نص الاوضه، مش هيتم، مش خلاص معلش اسمها اوضه اصلا. فده مشكله احنا بنعانيها. انا حضرتك في حاله جايه لي من بره عامله حقن مجهري وما تعملهاش لاشعه ثلاثيه الابعاد ولا تعمل لها منظار رحمي عشان يطمنوا، هم اعتمدوا اللي هي حصل لها حمل مره قبل كده وحصل لها سكندري انفكشن سكندري انفيرتيليتي اللي هي والده وما فيش فيها مشاكل ففشلت، فجايه لي تعمل عندي، فانا قلت لا مش هينفع لازم اعمل منظار رحمي، خصوصا ان انا شفت حاجه مش مظبوطه بالاشعه الثلاثيه الابعاد. دخلت لقيت ورم ليفي حجمه بالظبط نص سنتي وموجود في المكان اللي هينزرع في الجنين اللي هو الابر ثيرد اللي هو ابر اللي هو الثلث الفوقاني من الرحم. اللي هو الزيرو زي الحته اللي فيها الزيرو. زيرو هو بالظبط زيرو، حتى انا ما اشتغلتش بالدايثير ما شلتش بالكده، انا شلته بالمقص يعني ما يعني هو ما تعبنيش في شيله، يعني العمليه ما خدتش اكتر من 10 دقائق. هو في مكان الزرع بتاع الجنين بالظبط، نفس المكان اللي هو زيرو ده بالظبط، يعني اللي هو موجود فوق في الرحم من فوق. ايه طرق التعامل؟ الجراحيه فقط ولا في اساليب اخرى؟ رقم واحد منظار، رقم اثنين منظار، رقم ثلاثه منظار، جراحه في حالات خاصه. يس. يعني ده الموضوع ما فيش فيه نقاش، ما حدش يقول لا احنا نخش بالجراحه عشان نظبط الموضوع، لان ده الكلام ده بيزعلنا. الاورام اللي فيها ما بتتشالش بيزعل كل الناس. ده الموضوع ده كارثي. فهو المنظار التدخل استئصال الاورام اللي فيها افضل من المنظار، لان مشكله الاورام اللي فيها بالجراحه بتبقى بيحصل التصاقات، يعني حرفيا بيحصل التصاقات مش كويسه في الحوض. عايزين نوضح للناس انه المنظار نفسه جراحه، بس احنا بنتكلم على نقصد المنظار كاسلوب تدخل ولا جراحه مفتوحه؟ لا الجراحه المفتوحه دي كارثه. لا الجراحه المفتوحه دي كارثه، حضرتك شوف المنظر بتاع بطن عينه ما اتفتحتش. ده المنظار. ده المنظار يعني عباره عن فتحات كل فتحه نص سنتي، فالبطن هو ليه ما بيحصلش التصاقات؟ هو وارد يحصل التصاقات مع المنظار بس بتبقى اقل كتير، اقل اكتر من النص. يعني ليه بقى ما بيحصلش؟ لان بطن العيانه ما بتتفتحش، ما بيبقاش فيه فوط، ما بيبقاش فيه تنشيف، القولون ما بينجيش ناحيته، ما بنمدش ايدينا جوه بطن المريضه واحنا بنعمل العمليه، فيبقى منظار. المنظار مش متعب للسيده قد ما هو متعب لنا احنا كجراحين. الجراحه في الاورام اللي فيها بتبقى اسهل كتير بالنسبه لي. ليه؟ لان التحكم في الورم في الجراحه انت ماسكه بايدك وبتشتغل، لكن في المنظار بتشتغل بالات قطرها حاجه زي ما انت شايف الفيديو كده، دي الات اللي انت حضرتك شايفها كبيره دي كلها قطرها نص سنتي، فما فيش مش حاجه كبيره. وطبعا شايف الدقه في الشغل طبعا دي بتبقى مش بتطول عشان تقعد تشتغل. ده حقيقي. انا يعني بغض النظر عن اي جراحات مناظير تانية، الورم الليفي بالتحديد من العمليات اللي بتطول معايا في الشغل. يعني انا ممكن اشيل الرحم بالمنظار في نص ساعه واشيل الورم ده مثلا في ساعتين او ثلاثه. ليه؟ لان هي بتبقى عمليه دقيقه ودايما بتبقى وانت شغال بتبقى على قدر الامكان بتحاول تحافظ على الرحم وما بتوصلش التجويف، بتحاول ما ينزلش دم كتير، الغرز بتبقى غرز زي ما انت شايف بتبقى غرز شويه دقيقه عشان نقفل الجرح من جوه كويس، فدي طبعا بتبقى من العمليات المقرفه لي انا كجراح. لكن كمريضه انت افضل لك طبعا المنظار. امتى الجا للجراحه بقى؟ الجا للجراحه لما يكون الورم حجمه كبير جدا اللي هو واصل فوق السره بتاعت واصل قريب من زف السترم. قريب من زف السترم ده هيبقى حاجه، يعني حتى لو انا شلته انا هطلعه منين؟ النقطه الثانيه كمان لما يكون في اورام ليفيه كتير وموجوده في اماكن المنظار مش هيشوفها ولازم احس الاحساس بتاع ايدي اللي هو التكتال سنسيشن. يعني مثلا واحده مثلا عندها خمس ست اورام منهم مثلا ورم حجمه 5 سم وموجود بره الرحم وهيبقى باين قدام، لكن في حاجات موجوده في جدار الرحم نفسه ودوائر صغيره 2 3 4 سم كده، حاجات دي انا مش هشوفها بالمنظار ومش هعرف احسها بالمنظار. هي الجراحه دي بيجي دورها بقى اللي هي التكتال سنسيشن، امسك كده الرحم واحس الورم فين وافتح عليه. فده من اللي بيقيم الموضوع انا كجراح لما اقول لحضرتك اعملي منظار يبقى منظار. طيب ايه النقطه الثانيه في العلاج اللي هي الاورام اللي فيها اللي هي اللي انا قلتها من شويه اللي هي صفر وواحد واثنين وثلاثه، ده يجي دورها بالمنظار الرحمي من غير ان انا اقرب للبطن تماما. وفي فيديو حالا الفيديو ده يعني ده ما خدش مني اكتر بالظبط ريال تايم حوالي 7 او 8 دقائق. ده منظار رحمي، ده منظار رحمي جدا داخل من المهبل، من المهبل لسه اهو
دخلت عنق الرحم قدامي موجود اهو خلاص هناك اهو دخلت عنق الرحم الحاله دي انسه طبعا ادي عنق الرحم دخلت خلاص بس كده وصلت ثاني ما وصلت عنق الرحم كده قطعت نص الشوط ده ريال تايم ده منظر انا عامله بنفسي ده ريال تايم بنفس الديوريشن بنفس الديوريشن بتاعه ده ازاله ورم ليفي من الرحم بمنظر رحم يعني انا ما قربتش للبطن تمام في نقط تانية بقى بتستخدم لعلاج الاورام اللي فيها بس مش الطرق لوحده عندها تاخر في الحمل عندها مشاكل تانية اول حاجه اللي هو الهايفو اللي هو اشعه يعني اشعه تلفزيونيه متقدمه بتتوجه للورم الليفي فبتؤدي الى نوع من انواع الديجنريشن اللي بيحصل في الشرانكون يحصل ليه الضمور بيحصل اللي هي الامبولايزيشن اللي احنا بنعمل بنقفل الشريان اللي بيغذي الورم الليفي طبعا دي حاجات متقدمه شويه تبقى بتوع الاوعيه وبتوع الاشعه اللي بيشتغلوا فيها بس انا ما ينفعش اعمل عمليه دي لوحده بتدور على الحمل لان مجرد الورم الليفي وهو بيحصل له ديجنريشن او بيحصل له اطروفي او بيحصل له نكروزس اللي هو الضمور او تاكل بيطلع منه مواد بتؤثر على بطانه الرحم على المدى البعيد هل هتبقى صحيه لحدوث الحمل بعد كده او لا لسه الدراسات مش اكده في حاجه زي دي فهو زي ما قلت لحضرتك دلوقتي اللي هو الورم الليفي علاجه بالمنظار بقى كده يبقى وقت الجراحه نورتنا وابدعت كالعاده متعه خاصه جدا في فهم الدقيق جدا للنمط العلمي التوصيفي للاورام اللي فيها من ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال الاستاذ الدكتور محمد حسني استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير صاحب ماجستير حقن مجهري من جامعه ميسيدا بايطاليا ودبلوم جراحات المناظير المتقدمه من الهند وجراحات المناظير المتقدمه والدقيقه من فرنسا وعضو جمعيه الاوروبيه والمصريه والامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب كان ضيفي في الناس الحلوه في واحده من اكثر المواضيع شهره واكثرهم انتشارا الاورام اللي فيها يخفى ان انا اقول لكم ان واحده من كل اربعه عندها ورم ليفي وان نص اللي داخلين عندهم تاخر انجاب من السيدات عندهم اورام ليفي خليكم فاهمين الكلام ده كويس خليكم مع الناس الحلوه.